آسر، هبدأ على طول معاك مع الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي الحقيقة ليه مذاق مختلف على مستوى الفرق. يعني الأرسنال السنة اللي فاتت مش هو أرسنال السنة دي، ليفربول السنة اللي فاتت مش هو ليفربول، بنتكلم على حتى توتنهام، بنتكلم على تشيلسي كمان. في فرق يمكن ظهرت بمستوى أقل من المتوقع، عندنا مفاجأة اسمها نيوكاسل. عامة أنت شايف الدوري الإنجليزي لغاية دلوقتي يقترب خلاص من نهاية الدور الأول، شايفه إزاي؟ حضرتك حطيت إيدك كابتن هاني على حاجة مهمة قوي، هي فكرة التغير في أو التباين ما بين مستوى الفرق الموسم اللي فات والموسم ده، وده حقيقي حاصل مع كل الأندية اللي حضرتك ذكرتها. يمكن عملية الشراء أو الاستثمار في الكورة طول ما احنا بنتفرج، احنا طول ما احنا بره القصه او مش داخلين كطرف، هي بتمثل لنا كل الاستمتاع، لانه التغير في فريق زي نيوكاسل لما استحوذ عليه الصندوق السعودي ده بالنسبه لنا بيقدم متعه، لانه قادر يستقطب لعيبه دلوقتي بيخش مع توب فور بينافس. في كلام على انه كمان ان المدير التنفيذي بيفكر في رؤيته لسوق الانتقالات انه يجيب لعيبه تساعد الفريق كابتن هاني، مش في الدوري، في دوري ابطال اوروبا، في شامبيونز ليج، عشان الفريق دلوقتي بينافس على 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 المقاعد دي. صحيح. فبالتالي كل الانديه دي شكلها بيتغير طول ما في استثمار، كل في تدفق للاموال، كل ما هم الدوري الانجليزي بقى اكتر دوري جاذب، اكتر دوري الجاب بيوسع جدا والفارق بيتسع جدا يا كابتن هاني ما بينه وما بين الدوري الالماني والايطالي والاسباني والفرنسي، الجاب بيتسع جدا، ما فيش حجم الاموال دي في اي دوري تاني. فبالتالي ده بينعكس على المشاهده، بينعكس على المتعه بالنسبه لنا واحنا بنتفرج كمحللين وكلاعيبه كوره وكمشجعين. طيب. فبالتالي في فارق كبير جدا. طب خلينا نتكلم على فرقتين قبل، يعني كمان عندنا تقرير رائع على فريق هنتكلم عليه كتير النهارده، هو فريق الارسنال. لكن خلينا نتكلم على ليفربول ومحمد صلاح. يعني ليفربول ظهر بمستوى، يعني ودايما بنقول انه لا هيرجع بعد ما يكسب ماتشين، ونقول لا راجع قادر على الرجوع، ولكن المستوى الحقيقي لليفربول يعني مؤسف جدا. ويورجن كلوب هو حتى الراجل في بعض المؤتمرات الصحفيه ظهر عليه نوع من الاحباط. شايف ازاي ليفربول وشايف مشاكله ايه بالظبط في هذا الموسم، وينعكس ازاي على محمد صلاح بشكل او باخر؟ يعني يمكن كابتن هاني، يعني زي ما حضرتك ذكرت، من اكتر فرق فيه تباين في الاداء هي ليفربول. ليفربول السنه اللي فاتت او اللي بنتكلم عليه دلوقتي بالمستوى ده، من شهور بس فاتت، كام شهر فاتوا، كان بينافس على الرباعيه التاريخيه، على الكوادر ابل زي ما الانجليز بيقولوا. ففريق كان بينافس على كل البطولات، وصل نهائي شامبيونز ليج، خسر الدوري يا كابتن هاني لو نفكر الناس في اخر ربع ساعه امام سيتي. أيه. خد الاف اي كاب وخد الكاراباو كاب، كان بينافس على اربع بطولات، وكان هيعلن نفسه الفريق الاعظم في انجلترا بانه حقق الرباعيه التاريخيه. النهارده بعد الكلام ده كان من شهور فاتت، من شهر مايو اللي فات، هو بيقبع في المركز التاسع. ما بقيناش فاهمين، زي ما حضرتك بتقول واضح علامات الاحباط على مدرب. كانت الميزه اللي عنده كابتن هاني هي الشطاره في ال1 تو 1 سايكولوجي والتعامل النفسي الجيد جدا مع اللاعبين. النهارده شايفين فريق فاقد للروح، المورال بتاع اللعيب فاكك خالص. بعدين في نقطه مهمه جدا يا كابتن هاني، لو ناخد الناس في حاجه اكثر عمقا، يعني هي اضلاع الكوره. القصه في ليفربول بقت معقده جدا، في عدم ارتياح طول الوقت كان على من جماهير النادي على مجموعه فانوي اللي هم بيمتلكوا النادي، المجموعه الامريكيه، وكل شويه كانت تطلع تظاهرات في عز مكاسب الفريق وفي ظل انتصارات يورجن كلوب مع الفريق، لكن انتصارات يورجن كلوب دايما بتغطي على وبتهدي، يعني بتسكن الامور. لكن النهارده الفريق بيبتعد عن كل البطولات، ما عندوش غير بطوله كاس الاتحاد ينافس عليها والدوري اللي بعد جدا. وصلت يا كابتن انه مباراه الجوله اللي فاتت بين ليفربول وتشيلسي بقت مباراه قمه منتصف الجدول التاسع والعاشر. فالانحدار ده صعب جدا. اللي حصل في امكس ستاديوم اعتقد امام برايتون والخساره بثلاثه محبط جدا للجماهير. الجماهير سافرت يا كابتن من ليفربول للساحل الجنوبي خالص في برايتون، وشافت فريقها بيخسر بثلاثيه امام برايتون باكتساح. محمد صلاح في النهايه وصل لمرحله انه نجم، عايز يكون وسط منظومه بتساعده على انه يحقق الالقاب الفرديه، يفضل سعره في الماركت وفي السوق مرتفع. ليفربول مش بيساعده، هو بيعمل كل يقدر علشان يساعده. طب انا هخش في الجزئيه دي، لاننا كلنا بيهمنا محمد صلاح، يعني أكيد. كل الناس تبعت ليفربول عشان محمد صلاح بشكل او باخر. لكن طلعت بعض التقارير كده في انجلترا ان ليفربول منفتح على يعني خروج محمد صلاح في الصيف القادم، ويمكن التقارير قالت ان هو حدد قيمه 70 مليون باوند او جنيه استرليني لانتقال محمد صلاح الموسم القادم، وكتبت كده ما بين قوسين ان باريس سان جيرمان هو الاقرب للحصول على خدمات محمد صلاح. هل انت شايف ان محمد صلاح بعد انتهاء هذا الموسم من الافضل ليه يروح لنادي تاني؟ باريس سان جيرمان اكيد مهتم بيه جدا، ويمكن يعني كان في مقابله كده مع مالك النادي الاسبوع اللي فات في لندن، والناس ترجمتها ان محمد صلاح
قريب من باريس سان جيرمان. شايف محمد صلاح ازاي خلال الموسم ومع نهاية الموسم؟ كابتن هاني، ممكن نرد على السؤال ده باكتر من حاجه، لانه يمكن الناس، انا صدفه ان انا كنت في انجلترا وقت الكلام على تجديد محمد صلاح، وكانت كل الصحف الانجليزيه، ديلي ميل وغيرها والجارديان، كانت بتتكلم انه لو صلاح ما جددش مع ليفربول ان ريال مدريد الانسب ليه. كنت بعتقد ان ده تمني اكتر من توقع، الناس شايفه محمد صلاح لايق على ريال مدريد، وفي تمني طبعا من الجمهور العربي كله ان صلاح يلعب في ريال مدريد. لكن في ظل كمان الانباء اللي جايه من داخل ريال مدريد، ان كان في نزال، في خلاف كبير اللي ساهم في خساره ريال مدريد امام برشلونه بثلاثيه، انه انشيلوتي بيلح على بيريز انه محتاج باك يمين غير كارفاخال، ومحتاج مهاجم صريح غير بنزيما يساعد الفريق لما بنزيما يغيب وكارفاخال مستواه ينزل، وهو رفض ده. فانت بالتالي واحد مش قادر يدعم او مش عايز يدعم في الحتتين دول او في المراكز اللي فيها نواقص في الفريق، بتقول له انا عايز اجيب نجم بسعر كبير زي محمد صلاح وبثقه لمحمد صلاح للفريق، فممكن تستبعد ده من يعني صحيح. بشكل واقعي. فكره باريس سان جيرمان بعتقد انه، وكمان برضه عشان ما يبانش ان احنا كمصريين، فكره ان احنا دايما بنقول يعني، وحضرتك اكبر نموذج لده، ان المحترف بيفضل يعني، حضرتك قعدت سنين سواء الفرقه نزلت او طلعت سنين في المانيا، وانت مع الفريق وبيكسب وبيخسر. ده اللي بنطلبه من محمد صلاح، يكون محترف حقيقي، لكن في نفس الوقت احنا عايزينه ياخد القرار الصح في الوقت الصح. هي مش فكره ليفربول في انحدار، فكره ان المشروع ملامحه مش واضحه. احنا لسه مش عارفين يورجن كلوب هيكمل ولا لا. تدعيمات سيئه جدا تيجي ليفربول، انت بدل ما تجيب وسط ملعبك اللي بقى متهتك، رحت صرفت ال 100 مليون على نونيز اللي لحد دلوقتي جايب ربع ارقام ساديو ماني. فبالتالي محمد صلاح هيبقى مش ازمه انه هيمشي لما الفريق يحتاجه، ازمه انه المشروع ما بقاش مناسب ليه. بالنسبه لفكره باريس سان جيرمان، بعتقد انها الفكره الاقرب يا كابتن هاني، لانه مكسب، عارف انجليزي يقول لك وين وين سيتويشن. ناصر خليفي بيدير النادي بطريقه تسويقيه ممتازه جدا، قادر يجذب المشاهدين لانه يتفرجوا على فريق باريس، يتفرجوا على الدوري الفرنسي اللي كان بعيد جدا عن المشاهده. اما تجيب النجم العربي المفضل او النجم العربي صاحب الشعبيه الكبرى او المتابعه الكبرى من الجماهير العربيه كلها تنقله لفريقك، طبعا غير المردود الفني هيبقى في، هتبقى الناس بتشجع باريس يعني. يعني كمان خلي بالك في بعض التقارير، ويمكن ممكن يكون ليها تاثير على وجود او استكمال محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول، ان في طبعا يعني مستثمرين من قطر عارضين ان هم يشتروا ليفربول، وبالتالي ممكن يكون في مشروع جديد لليفربول خلال السنوات القادمه. وبالتالي خلي بالك انتقال النجوم دول على راسهم محمد صلاح طبعا، وميسي ونيمار ورونالدو، كل ده بيكون ليها حسابات مختلفه سواء على مستوى طموحات اللاعبين او كمان على مستوى الفلوس، على مستوى الانتقالات نفسها. وبالتالي قد يكون محمد صلاح منتظر الى حد ما المستثمر جديد، أموال بتضخ، مشروع جديد ممكن يتواصل.